السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو بكامل الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم بحول الله غنتقاسم معكم هذه الكيكه اللي تجي لذيذه بزاف، سهله في التحضير، فخليكم معايا تكتشفوا الطريقه وكذلك المقادير باذن الله. فغنبداو ان شاء الله بتحضير الكريمه. عندي هنايا جوج البيضات، غنزيد عليهم قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد واحد كيس ديال السكر فاني وثلاثه المعلقات ديال السكر سنيده. فاذا ما بغيتوش لافاني تقدروا تحكوا واحد قشور د الحامضه ولا قشور د الليمون باش يعطي النكهه، وتقدروا ديروا اي نكهه متواجده عندكم ولا اي نكهه كتبغيوها. غادي نزيد على هذا الخليط هذا جوج المعالق كبار ديال الميسينا، ولا كانت عندكم الكاستر حتى هي تقدروا ديروها في عوض الميسينا، ولا ما كانتش الميسينا تقدروا ديروا جوج معالق ديال الدقيق ديال الفرص. غادي نخلط الكل جيدا كما كتشوفوا، وغادي نزيد في اول دابا غادي نزيد يلاه نص كاس ديال الحليب باش نقدر نخلط الخليط مزيان، ومن بعد عاد غادي نزيد الكميه ديال الحليب اللي هي جوج كيسان ديال العنبه. فمن الاحسن انا غادي نخلط بالخلاط الكهربائي باش ما بقاوش عندي الحبيبات ديال الميسينا مع البيض، وعاد غادي نقدر نديرهم فوق النار باش توجد ليا الكريمه. خليكم معايا. هنا كما كتشوفوا معايا غادي ندير هذا الخليط فوق النار حتى يعقد، وما نحبش من تحرك حتى توجد لي لا كريم باتيسيير، ومن بعد غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز باش ندوز للمرحله الثانيه اللي هي الكيكه. فملي كتوجد الكريمه كهي سخونه كندير فيها واحد معلقه صغيره ديال الزبده الحيوانيه اللي كتكون ماشي المارغرين، فالزبده ديال العبار. غادي ندير جهد معلقه وغادي نحرك مزيان. الزبده ما خصهاش تكون فيها الملحه، تكون عاديه. نحرك مزيان حتى تذوب ديك الزبده، ونخلي الكريمه على جنب. هنا غادي ندوز باش نحضر الكيكه. غادي نحتاج فيها 4 ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر سنيده، هنا كما كتشوفوا عندي الكاس ديال العنبه. غادي نزيد عليه واحد الساشي ديال السكر فاني، واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نطرب حتى يتبدل اللون ديالو ويتخلط مزيان وتذوب سنيده مع البيض. هنا كما كتشوفوا معايا دابا راني طربت البيض، غادي نزيد عليه واحد الكاس ديال الياغورت الطبيعي اللي عندي فيه هذا السكر. وإلا كنتو ما كتبغيوش الحلاوه بزاف فممكن ديروه بلا سكر باش تجيكم ناقصه شويه في الحلاوه. هذاك الكاس ديال الياغورت غنعمرو بكأب الزيت وغنكبو في الخليط، وغادي نطرب الخليط جيدا. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نزيد واحد الكاس ديال الماء دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد. انا عبرت بنفس الكاس اللي عبرت به يعني الياغورت وعبرت به الزيت، غادي نعبر به حتى الكاس ديال الماء. وبالنسبه للطحين فغندير 3 د الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق ديال الفرص، وغادي نغربلهم مزيان، وغادي نزيد عليهم خماره. عندي هاد الخماره فيها 22 غرام. فبالنسبه للخماره ديال المغرب ديروا جوج باكيات،
والخليط كيبقى هكا على هذا القوام هذا، ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش جاري بزاف، فكيجي بين وبين. هاد الكيكه غادي نزينها بواحد التفاحه من الفوق، غادي نتوما تقدروا تزينوها باي مكون عندكم موجود في الدار، وهذاك الشيء الاختيار ديالكم. هنا غادي نفرق الخليط على جوج، النص الاول غادي نديرو يطيب او الثاني غنخليه حتى نجبد الاخر من الفران. فهنا كما كتشوفوها هو الكيكه، النص ديال الكيكه طاب، غادي ندير فوق منه هذيك الكريم باتيسيير اللي حضرت في الاول. غادي نخلي غير واحد المعلقه في الكسرونه للتزيين فقط، والخليط كامل غادي نديره فوق الكيكه وغادي نبسطها، وما غنقيش الحاشيه ديال المول باش من بعد ما تخرج ليش الكريمه على الكيكه.